بس بس هو ربنا عنده ما يغفرهم يخسره كمان يعني. وكمان يعني. بس هي الفكرة كلها انه انا بتكلم على يعني ايه قراءة في اقتصاد منطقة، طبعا يعني قراءة في اقتصاد منطقة. طيب دلوقتي هو التأثير المباشر هيبقى احنا تخوفات من اسعار ارتفاع النفط، طبعا اسعار النفط احنا بنتكلم في ارقام اسعار النفط كبيرة لكن ما نقدرش نحدد سعر طبعا. 103 105 115 طبعا. 150 تجدد الصراع او تفاحد الصراع وتسعر نقطة الصراع، هل هيمتد ولا لا؟ إطالة أمد الحرب زي ما حضرتك أستاذ أحمد اتكلمت في المسألة دي، أعتقد الحرب ممكن ما تمتدش لفترات طويلة بإذن الله يعني، إن هي مش حرب الحقيقة، هي اعتداء يعني سافر بالظبط. فأعتقد يعني مش هتطول وحشي بإذن الله من يعني على المنطقة طبعا، ونتمنى إن ما يكونش في يعني دول أخرى تدخل في هذا الصراع. طيب لو قلت للمواطن بقى حضرتك توجه رسالة كده للمواطن، احنا المواطن دلوقتي بعض المواطنين النهارده وده امر الحقيقه انا خجلت منه جدا، انه بيروح يكسروا بعض المطاعم وبعض الحاجات اللي ليها براند عالمي مثلا او بتاع وكلام من ده. طول الامر حدث في اسكندريه وحدث في بعض، حضرتك شايف المقاطعه الاول ازاي؟ يعني ايه اقاطع؟ يعني هل المقاطعه دي ايجابيه ولا سلبيه؟ ولا المقاطعه تعبير شعبي عن غضب الشعوب، دي ما ينفعش تعملها دول، دي بيعملها الشعوب. بس المقاطعة زي ما احنا قلنا كده كلاكس بضغبه، بدي انتباه يوم يومين ثلاثة، ما اشتريش السلعة، ما بروحش اكسر المحل، لا 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 خالص، ده بلطجة. لانه المحل ده صاحبه مصري، بس ده بلطجة، واللي بيشتغل جوه مصر ومصري واللي بيجيب البضاعة والخامات من عنده من مصريين وبيعمل حركة في الاقتصاد. بس هو هي سبب، احنا تعودنا ان عندما يكون هناك زيادة في سعر سلعة او هناك في اعتداء سافر على الدولة الفلسطينية فبيتم مقاطعة بعض المنتجات. مقاطعة يوم يومين ثلاثة، انت من ده تعبير شعبي ما نقدرش نرفضه، قاطع المنتج، قاطع لكن المنتج، بس تقطعش المنتج، ما تقطعش المنتج برضه فترة تكسر. طويلة لسبب لانه في الاخر هذا المنتج بيؤثر اقتصاد سلبي عليك. هو انت بتقاطع الاكل والشرب بس؟ طب ما تقطع كل حاجة بقى. بالظبط، انت ماسك تليفون، طب ما انت لابس تليفون، ماسك تليفون ولابس وعامل صح. وده حتى الكريم بتاع الشعر تجيبه من بره. بالظبط، فانت هو فكرة المقاطعة بدي انتباه، بدي للشركات العالمية. يعني احنا لو مسكنا واللي بيشتغل جوا دكتور مصر طبعا الشركات العالمية خسرت بكتير يعني على مستوى البورصات العالمية الشركات بدون ذكر اسماء، لا المطاعم انا مش معترض تمام، قاطع بس ما تكسرش ده واحد، بس وما تزودش في المقاطعة لان زيادة المقاطعة بس معناها خسارة للاقتصاد. وبرضه حضرتك لو عايز تقاطع قاطع، انت حر، انت كمواطن صح صح كده يا استاذ احمد ولا ايه؟ بالظبط كده. عايز اقول ان كل مقاطعه انت بتعملها 60% او 70% بيخسر منها مصريين، و20 او 30% بس بتخسر الشركه الاجنبيه الخارجيه. ليه؟ لان الفرق ما اقدرش اوقفه اللي موجود يعني، مش حكومي لا حكومي. انا ما اقدرش الحكومات ما ينفعش، الحكومات ملتزمه بحاجه اسمها اتفاقيات. انا فاهم، لو الاتفاقات دي هي يعني ابتعدت عنها او انكستها او تقلصت منها وشالت ايديها منها، بيكون عليها عقوبات من التحكيم الدولي بخسائر مليارية. فندم مش المفروض ان انا عندي محل دلوقتي شغال حتى لو براند عالمي، مش اللي شغال فيه مصريين؟ كل صاحبه رئيسه مصري، لا صاحبه مصري ولا صاحب الرخصه مصري، الخامات والرخصه هو بيدي مصري. وبيصنع منها هنا في مصر برضه، هو بيدي للخارج حاجتين، حاجه اسمها الفرانشايز اللي هو تكلفه استخدام العلامه التجاريه، استخدام العلامه التجاريه، قيمه استخدام العلامه التجاريه الفرانشايز، قيمه سنويه بالاضافه الى نسبه من ايرادات او من ارباح المنتج على في نهايه السنه. بالتالي انا اتحطت شايفها يعني 60-70% بيتضرر منها المصري و 30% بيتضرر منها المنتج الاجنبي. لكن هنا في جزئيه والحقيقه انا شفتها على السوشيال ميديا وعجبتني جدا، ان المصريين بقوا يجدوا بدائل محليه، بس دي مهمه للمنتجات المستورده، بدائل محليه. ما انا ما اقولكش انا ما يهمنيش تقاطع، بس يهمني بقى تشجع المنتج بتاعك بقى، وده تاخده بقى على المدى الطويل. حضرتك زي ما الدكتور ايمن كده قال، زي ما الدكتور عبد المنعم قال، انا اسف دكتور عبد المنعم بيقول لحضرتك ده شعبي. بالظبط حلو يا دكتور عبد المنعم، شعبي قوي. مفيش تدخل حكومي صح. طيب انت حضرتك بقى قاطع اسبوع 10 ايام، خد خلي بقى حضرتك بقى البديل المصري ده بقى خليه معاك طول العمر. صح بالظبط، خليه معاك. وعلى فكره بدا ينتشر، ده في حاجات لذيذه جدا شفتها يعني انا على السوشيال ميديا، زي طبعا في اطعمه وفي حاجات وفي حاجه ساقعه ويعني طلعت وبدات يعني في اعلان عن مصنع بينتج منتج اللي هو مشروب حاجه ساقعه مياه غازيه،
بدأ يطلب عمالة وبيطلب موزعين ويطلب ويطلب، بس بقى هو برضو يشتغل. لازم لازم برضو يحترم المواطن، يعني يعمل طبعًا. منتج كويس. طبعا ان انا برضو يزود الجودة بتاعت المنتج انت برضو من حقك لازم انا برضو انا كبدفع قيمة. ما هي دي بقى نفسي 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 دي فرصة للمنتجين المصريين والله العظيم يا استاذ احمد يثبتوا مكانهم. انا نفسي دي فرصة طيبة جدا جدا ان احنا بقى وتطلع وكالة. سيبك بقى من سيبك من المقاطعة، صح صح، احيي احيي المنتج المحلي واعمل وكالات مصرية لمنتج مصري، مطاعم، سندوتشات، منتج مصري 100%، ويكون لي وكالات داخل مصر وخارج مصر. يبقى انا بصدر منتج، بصدر علامة، اشوف العلامة دي في دبي اقول اه لا ده المنتج ده مصري اخش له، والمنتج ده جاي. مش اكل وشرب بس، اكل وشرب ولبس ومعمول وكل حاجه، يعني كل لسته كبيره جدا، كل منتج اللي قدامي على الاقل في حاجات مش محتاجه نانو تكنولوجي. هنقول مثلا موبايلات محتاجه تكنولوجيا عاليه، لكن انا محتاج بتكلم في منسوجات، بتكلم في ستاير، بتكلم في مفروشات، بتكلم في مكاتب اساسي. بقى انا عندي دمياط اللي فيها افضل اساس على مستوى العالم، ما يطلعش منها براندات، واستورد من تركيا فاكهه مثلا، عندي ممكن ده انا عندي اكبر يعني طهاه على مستوى العالم يعني في مصر، واسامي كبيره جدا. دول ما يطلعوش يعملوا منتج ويعمل لي انا نفسي والله يعمل لي ساندوتش معين بطريقه معينه، وده يبقى ده براند وموجود على مستوى العالم، اللي هو فكره ان ده فكره ما قاطعش ساندوتش المصري لا فكره ما قاطعش يا استاذ احمد.